سلام دكتور، يسعدني مساك. الله يحفظك، الله يبارك فيك، الله يخليك حبيبي يا دكتور. حبيبي انت رحت انا عملت لك وكان في عندي سؤال اخير، ولكن سبحان الله شوف نعم ولنا نصيب نرجع نطلع معك مره ثانيه. الله يخليك يا اخي، لو عندك اي اسئله ممكن تسالني. يعني سؤال بالنسبه للبيبسي، المشروبات الغازيه او العصير، بالنسبه لمين؟ بونجوس. طب خليني اقول لك على شويه حقائق كده عن المشروبات كذلك الغازيه. لما اجي اتكلم بس خلينا اتكلم معاك، لو ما نيجي نتكلم عن المشروبات الغازيه خليني يبقى عندنا خلفيه كبيره جدا. المشروبات الغازيه في جميع حالاتها لكافه الفئات العمريه هي ضار. عبوه واحده من المشروب الغازي 17 معلقه سكر، عبوه واحده من المشروب الغازي، عبوه واحده من المشروب الغازي بتدينا 17 معلقه سكر. تخيل انت بتاخد 17 معلقه سكر في عبوه واحده، ده كارثة سودة، ده سم بيخش جوه الجسم. دي كده النقطة رقم واحد. صحيح صحيح. نتكلم عن بس عبوة واحدة من المشروب الغازي. في دراسات بتأكد إن المشروبات الغازية بيبقى فيها مادة الاسبرتام اللي هي أصلا منشأ للأورام السرطانية. الناس اللي بيجي لها بقى سرطانات في الثدي، والناس اللي بيجي لها مشاكل، يعني ناس كتيره جدا بتجي لنا في العيادات او كده. يعني في حد قريب او كده كان جاله ورم هنا في المنطقه هنا بالظبط، قريب من الغده الدرقيه كده. الورم ده هو الدكتور بتاع الاورام وقال له ده ورم حميد ويحتاج عمليه، لكن لما جيت قعدت معاه واعرف نمط حياته لقيته بيقول لي والله يا دكتور انا ماشي كل حاجه صحيه وباكل اكل صحي وحتى بشرب بيبسي دايت، سواء كان بيبسي دايت او غير دايت، او كله بلاوي سودا ومصايب سودا. فالبيبسي الدايت او البيبسي الغير دايت كلها بلاوي سودا موجوده عندنا. فانا بنصح الناس بشكل مستمر، ابعدوا عن المشروبات الغازيه، ابعدوا عن المشروبات حتى اللي هم بيقولوا ان هي دايت. كل المشروبات الغازيه سيئه، على لازم نبقى عارفين ان نسبه الكافيين العاليه اللي موجوده في المشروبات الغازيه بتسحب لنا الكالسيوم من العظم، وبتاخد الكالسيوم اللي موجود عندنا من العظم فيحصل لنا هشاشه في العظام بمرور الوقت. الحاجات دي مش في ساعتها يعني، لكن بمرور الوقت لازم تدفع الضريبه دي. ما تكبر في سن تلاقي نفسك زميلك بيجري ويتنطط وعنده 60 سنه وانت لسه عندك 45 50 سنه وعمال متكسر ورجليك وجعاك ويديك وجعاك. ليه؟ بسبب ان احنا كنا بنشرب مشروبات غازيه على فترات متباعده. فانا دلوقتي مثلا وليكن لو احنا عايزين ننصح، لو بننصح بنقول ابعد اما ممنوع المشروبات الغازيه. غذائيه برضو، ان المشروب الغازي بيساعد في زياده الوزن. الناس اللي عايزه تزيد في الوزن بشكل مبالغ ويبقى عجول كده ويبقى من ضمن فئه يعني ما لا نطلق على فئه البني ادمين، لان البني ادم دايما يخاف على صحته، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انتم واموالكم واعراضكم. انتم يعني نفسك انت هتتحاسب عنها يوم القيامه، نفسك انت اول حاجه، انتم حرام عليكم، يعني حرام عليك نفسك ان انت تضرها او تاذيها. فما فيش انسان يضر نفسه، فما ما يضرش نفسه، وحتى لو هيضر نفسه على الاقل ما بي يعني احنا كامه محمد مثلا ما بنشيعش الفاحشه في الناس. يعني انا مثلا بعمل حاجه غلط مش هاجي اعملها قدام الناس علشان ممكن واحد يكون واخدني قدوه فيعمل زيي فناخد ذنبه. فديت الفكره يعني. فانا دلوقتي تسالني على المشروبات الغازيه، بمنحها سواء كانت ليك سواء كانت لزوجتك سواء اللي كان. المشروبات الغازيه سيئه على كل الاحوال. لو ليك نفس فيها ممكن تاخد لك نص كوب كده صغير كده كل اسبوع مره ولا حاجه، من باب ان انا نيلي نفسي في حاجه، ان انا مش بحرم نفسي من اي حاجه. بس حبيبي يا دكتور، حبيبي انا من الشاكرين لك، ومعلوماتك كتير مفيده وحكيك مريح. الله يسعدك، الله يخليك، الله يبارك فيك، الله يخليك، الله يخليك. كمل لو عندك اي اسئله اسال، انا تحت امرك يعني. الله يخليك يا دكتور، الله يخليك. أنا سألتك تقريبا الأسئلة اللي كنت محتار فيها، يعني عم شوف إنه حدا بينصحني هيك وحدا بيرجعني. أسأل الله عز وجل يعني أن يرزقك دائما يعني من يفيدك لا يضرك. فيعني ربنا يوقع في إيدك في وشك يعني ولاد الحلال اللي يدوك المعلومة الصح يعني. الله يخليك يا دكتور. سؤال، أنا بس أحيانا إذا ما باكل حلو بحس حالي بدي دوخ. إيه تمام. لو انت مثلا بتعاني من دوخه بشكل مستمر انصحك تعمل تحليل صور دم كامله. تحليل صور دم كامله، لان اغلب الدوخه ديت ممكن تكون عندنا، ممكن تكون من اشهر الاسباب اللي بتقابلنا في العيادات الانيميا. يعني الانيميا لما حد يكون بيدوخه وبيقول له صداع مستمر او ارهاق مستمر او اجهاد بشكل عام او بيبذل مجهود بسيط وبيتعب، ديت من ضمن اعراض نقص الحديد في الجسم. فبننصح اي حد بيدوخ او بيجي له هبوط يعمل تحليل الانيميا، لان غالبا بيبقى عنده نقص في الهيموجلوبين. عشان نعرف نسبة الهيموجلوبين اللي موجود نكمل.
نكمل. ايه اكيد. علشان نعرف نسبه الهيموجلوبين اللي عندنا في جسمنا قد ايه بالظبط، نعرف نسبه الهيموجلوبين اللي عندنا قد ايه بالظبط ونبدا نمشي على بروتوكول العلاج بشكل بسيط. لو انت بتدوخ هقول لك على شويه حاجات كده احنا نعالج بيها الانيميا، بس ضروري انت تعمل صوره دم كامله عشان تعرف نسبه الهيموجلوبين قد ايه، عشان تعرف الدواء او النظام العلاجي او الغذائي بتمشي عليه ازاي. خليني اقول لك على شويه حاجات كده سريع. ما حد بيبقى عنده انيميا دي اربع حاجات اساسيه، في اربع حاجات بنمشي عليها. اول حاجه لازم نبحث عن سبب الانيميا ونعالجه. لحظه واحده. لازم اول حاجه لازم نبحث عن سبب الانيميا اللي موجوده عندنا ونعالجه. تاني حاجه لازم بناخد اغذيه فيها عناصر الحديد زي الكبده والسبانخ، زي الكبده والسبانخ والعسل الاسود واللحمه الحمراء والكبده والكلاوي، الحاجات دي بتحتوي على عنصر الحديد. بناخد اقراص الحديد من الصيدليه. اقراص الحديد زي ايه؟ زي الفيروتون والفيروسانول والفيروجلوبين والجاينوفيروسانول والشوكومنستر والفرافيرو، هناك منتجات كتيره جدا موجوده في الصيدليات فيها الحديد. بناخد اقراص الحديد او على حسب، في حاجات موجوده على هيئه بودر، حاجات موجوده على هيئه كبسولات، حاجات موجوده على حسب الشكل الدوائي بتاعها يعني. وبناخد حاجه معاها حمض الفوليك. حمض الفوليك لو تسمع عن حمض الفوليك اللي بتاخد بتاع الحوامل، حمض الفوليك مهم جدا للناس اللي عندها انيميا لانه بيساعد في تكوين كرات الدم الحمراء. وبناخد فيتامين ب 12. يبقى فيتامين ب 12 مع حمض الفوليك مع حمض الفوليك مع اقراص الحديد مع نظام غذائي مع البحث عن السبب وعلاجه. طب ايه هي الاسباب الرئيسيه للانيميا؟ ممكن الديدان في الامعاء ممكن تكون هي سبب للانيميا اللي موجوده عندنا. ممكن قرح المعده تكون سبب في الانيميا اللي موجوده عندنا. ممكن تاريخ مرضي بنزيف او انا يكون عندي نزيف داخلي هو يكون سبب الانيميا اللي موجوده عندنا. ممكن السرطانات الانواع عزنا الله واياكم السرطانات المختلفه ممكن تكون سبب لوجود الانيميا عندنا. الست الحامل دايما بتصاب بالانيميا نتيجه ان هي ما بتاخدش اكل فيه حديد. واشهر سبب من اسباب الانيميا هو نقص التغذيه. اشهر سبب يقابلنا في العيادات هو نقص التغذيه او التغذيه الغير صحيه او نمط الحياه الغلط، وكنتيجه نمط الحياه الغلط مثلا الاكل بتاعنا مش بيبقى صحي، مش فيه نسب الحديد الكافيه في الاكل بتاعنا، اكلنا عشوائي ما بناكلش كميات اكل كافيه، ما بناكلش اكل متوازن متنوع متكامل بيحتوي على كافه العناصر الغذائيه من كربوهيدرات من الفات من البروتين من الفيتامين من المينرال من الفايبر من الميه. بس كده ده بشكل بسيط كده لو لخصنا موضوع الانيميا. بديك اسرار المهنه، انا اعطيك اسرار المهنه يا صديقي الان. فالحاجات اللي انا بدالك ديت يعني في العياده هو اللي يعني لما اكتب روشته بيبقى عندي هذه المعلومات، وكنتيجه لهذه المعلومات انا بكشف لك عنها. فبكشف لك عنها برضه عشان تبقى انت يبقى عندك خلفيه واسعه عن الانيميا، وازاي يعني امتى اشك ان انا عندي انيميا عشان ولادك بعدين. يبقى اطلاع الوعي الصحي كويس جدا محتاجينه في الوقت اللي احنا عايشين فيه. مع الاسف ناس كتيره جدا في الوطن العربي ما عندهاش اي وعي، تيجي تقول لها ايه انيميا يقول لك والله انا عندي انيميا. بس يعني فكره الوعي ده مش عندنا، المفروض كلنا نبقى عارفين بديهيات انيميا. يعني مثلا احيانا ممكن يجي لي هبوط، صداع مستمر، ارهاق مستمر، اتعب من اقل مجهود، يعني الحاجات دي ما اجي الاقيها اعمل تحليل صوره دم كامله حتى من غير ما اروح للدكتور، ويطلع عندي استلقائيا اروح للدكتور وعشان يكتب لي الجرعات من الادويه اللي انا قلت لك عليه، اقراص حديد مع فوليك اسيد مع فيتامين ب 12 مع نظام غذائي بيحتوي على عنصر الحديد من السبانخ والكبده والباذنجان والعسل الاسود واللحمه الحمراء والكبده والكلاوي والحاجات اللي فيها تحتوي بشكل مركز على عنصر الحديد. الله يخليك يا دكتور، الله يجزيك الخير. الله يسعدك ربنا. معلوماتك كثير مفيده. الله يخليك يا دكتور، انت دكتور شاطر. الله يسعدك ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك. الله يخليك، الله يخليك يا رب، وشرحك مفصل مبسط. الله يديك العافيه. انا ليا قناه على اليوتيوب اسمها الدكتور احمد عطيه الدهشان، ممكن تبقى تطلع يعني على لينا فيديوهات هناك كتير كده، ممكن تبقى تطلع عليها كويسه يعني. ممكن ان شاء الله راح اكون من متابعينك على اليوتيوب ان شاء الله. ان شاء الله. الله يسعدك، ربنا يحفظك يا رب ويرفعك. الله يخليك يا دكتور. الله يخليك. انا بتمنى لك الخير وان شاء الله بشوفك باعلى المراتب. اللهم امين يا رب. وانا عملت لك متابعه هنا برضو، فان شاء الله رب العالمين بشكل دايم. الله يخليك، وان شاء الله ان شاء الله بشوفك مدير مستشفى كامل وتكون ملك لإلك يا رب. اللهم امين. اللهم امين يا رب. اللهم امين. جزاك الله خير يا رب، بسطتني بهذه الدعوه يعني، بسطتني بهذه الدعوه
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ان شاء الله نشوفك باعلى المراتب يا رب. الله يجزيك خير حبيبي يا دكتور، الله يجزيك خير، ربنا يحفظك خلي اياك ويطول بعمرك. اللهم امين. يلا في رعايه الله يخليك يا دكتور، الله يخليك. سعيد الله، مع السلامه. وعليكم السلام يا سعيده، حياتك كلها سعاده. الله يخليك، باي باي. يطول عمرك، يطول بعمرك.